لينا شماميان مغنية سورية تأثرت بالأسلوب الكلاسيكي وبموسيقى الجاز والموسيقى الأرمنية. لينا غادرت دمشق بعد عام من اندلاع الصراع فيها، وهي تعيش حاليا في باريس حيث أنتجت ألبومها الثالث غزل البنات، ولكنها أطلقته من الباربيكن في لندن. سمر داغستاني تحدث مع لينا عن آخر ذكرياتها في دمشق وعن حياتها في منفاها الفرنسي. مبسوطة كتير اليوم كون عم وقع ألبوم غزل البنات بلندن وتحديداً على مسرح الباربيكن. يعني كل الموسيقيين لما أول ما نبلش موسيقى في كم مسرح بالعالم أو نتمنى دائماً نعرض عليهم، فالباربيكن أكيد هو واحد منهم. كتير مبسوطة اليوم كون عليه. آخر حفلة عملتها بسوريا كانت بتاريخ 21/3/2011، كانت على هضبة الجولان من عين التينة. فعلياً هيك كل الذكريات بترجع بتعرف، حتى عجقة الطرقات أنا رايحة على الحفلة، توتر قبل الحفلة هنيك كيف بيختلف عن التوتر هون، كيف أهلي كانوا معي دايماً ونعجق بالفستان وباللبس وكذا، وهون فعلياً لحالي. فكتير بيختلف الموضوع قبل كل حفلة، بغص لتفاصيل لتوتر شام قبل الحفلة. من الأساس من قبل كنت حاسة بآخر 2010 بأول 2010 بلشت حس إنه لازم أطلع شوي إذا بدي أشتغل فعلياً على الكارير تبعي، على سيرتي المهنية بأوروبا وأمريكا، فأنا لازم أنتقل لعيش بهي الأماكن، زائد أنه لازم كمل دراسة موسيقية، لأن بسوريا الشيء اللي أخذته كان كتير منيح، تحديداً خبراء الروس اللي علموني بالمعهد كتير ساعدني بحياتي بعدين، لكن في سقف محدود، يعني في شيء معين فيك توصل له، تحديداً أنه بسوريا ما في جاز ديبارتمنت أبداً لا بالمعهد العالي ولا بأي محل، فكان لابد أني أقدر أطلع لأقدر كمل دراسة لأقدر. كتير أسباب اجتمعت مع بعضها وبالأخير طلعت لأنه عندي بروفا بباريس وضليت، يعني طلعت بلا ولا غرض. الشيء الكتير إيجابي بباريس أنه في موسيقيين كتير كتار، والموسيقيين من مستوى مرتفع جداً موسيقياً، فأكيد مجرد أني أتعامل معهم هو كتير رفع المستوى الموسيقي، يعني لأنك بدك تجاريهم على المسرح ما في. فالشيء اللي كان كتير منيح أنه أنا ما كنت بعرف فعلياً أني واصلة لهالمرحلة، وأنه أنا منيح الشيء كتير اللي عم بشتغله موسيقياً، لحتى اشتغلت مع ناس كتير مهمين موسيقياً، فعرفت أنه أنا ماشي على طريق كتير صح، في شيء كتير مختلف عنه موجود، في شيء لازم أتعلمه بعد لأقدر احكي معهم، لأقدر حاورهم بنفس القوة يعني. فهذا الشيء اللي عملته أني تعلمت الشيء اللي ناقص ولساتني يعني عم بتعلم أكيد، والشيء اللي كان موجود عندي نقاط القوة أكيد ركزت عليها. الشيء اللي كتير لقيته إيجابي بغزل البنات موسيقياً أنه قبل كنت غني وكان حدا تاني يألف أو يوزع، هالمرة كنت أنا اللي عم ألف ووزع، وبالتالي بعرف تماماً المساحة الصوتية اللي عندي. I'm
الشيء اللي كان حبيته بباريس اول فتره انتقلت فيها باريس كانت كثير صعبه مثل كل العالم، يعني في فقدان كثير كبير، في خوف، في ما بعرف اذا رح اقدر ارجع او لا، في انك بالغربه بتوقف وجهك بوجه حالك، ما في عندك اي حدا، ما في حضن، ما في حدا يساعدك، ما في حدا يوقف معك، فعليا انت بتكون واقف تماما وقبيل موهبتك، قديش انت مأمن بالشيء اللي عم تعمله، قد قدران تكمل فيه او لا. ففعليا الشيء اللي صار اوروبا فيها ميزه كثير مهمه تحديدا يمكن للنساء اكثر من الشباب، بتعطيها انه بدك تضطر انك تتحول لانسان مستقل، تعمل كل شيء بايدك، تفوت بادق التفاصيل، والا ما في شيء بينعمل، يعني ما في حدا يعمل لك اي شيء، انت بدك تعمل كل شيء كل التفاصيل. هذا الموضوع كثير ساعدني الحقيقه. اكثر صفه بحس غيرتني فاريز هو اني كثير خف مفهوم الوصايه اللي كنت احس فيه موجود بالمجتمع الشرقي بسوريا بشكل عام، سواء موسيقيا او شخصيا او اي شيء. هون حسيت المساحة أكبر إلي لأقعد مع حالي، أسمع صوتي الداخلي شو عم بيقول لي، وأقدر ترجم كل شيء عم حسه من حزن، من غضب، من فقدان، من خوف، من ألم، من فرح، من أمل، قدرت ترجمهم لأغاني ولموسيقى بدل ما أني بس أقعد أحكي وأتخانق مع العالم وهيك. أغزلك بهمسة صوتي شعر يودي لك أشواق، تخجل غزل البنات كتبت كلماتها ولحنتها وغزلتها. الحقيقة غزل البنات هي بحس وجعنا كلنا، يعني أنا بعد ما عندي أطفال بس فيني أعرف نهاريتها. فتت فعلياً على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة كتير وجعتني، كان في صورة أولاد صغار مذبوحين، وكان في بقع على سراويلهم. فالشيء الوحيد اللي كنت عم حس فيه إنه هذا الطفل شو مرق قبل ما يتوفى، شو الشيء اللي كيف قدر حدا يذبح ولد صغير يعني. فهذا الشيء خلاني أحس إنه ما في سبب بالعالم بيخلي طفل سوري أو طفل من أي هوية أو عرق أو جنسية كان بيستاهل إنه يمرق بهيك تجربة. حسيت في خوف كتير كبير إنه أنا لو عندي أولاد، حتى لو أنا وما عندي أولاد والأولاد الموجودين بهذا المكان أياً كان أهلهم، أياً كان توجه السياسي لأهلهم، ما في طفل بالعالم بيستاهل يصير فيه هيك، ما في أهل بالعالم بيستاهلوا أنه يتعاقبوا بأنه يشوفوا أولادهم هيك. فغزل البنات كانت فعلياً صرخة غضب وعتب علينا نحن الكبار، صرخة حتى ضد السياسة وضد السياسيين اللي هن ما عملوا شغلهم صح لأنهم يوقفوا هذا الشيء. يعني هي كانت فعلياً صرخة خاصة بأنه هدول الأطفال حقهم يحلموا، هدول الأطفال حقهم يكونوا عم بيحلموا بغزل البنات، بقطن ملون، بمستقبل فيه سكر وقمح، حقهم. أنا عطيت فرصة أني أحلم وعيش حلمي، أني غني بكل محلات العالم. في أطفال انحرموا هذا الحلم، وفي أطفال بعدهم عايشين ويمكن عم ينحرموا حلمهم اليوم. فغزل البنات هي كانت صرخة للكبار، صرخة علينا فعلياً أنه نحن المسؤولين عن هذا الحديث اللي هنا بيمرق فيه اليوم. خليه يطير، خليه.